مرحبا يا أحبائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. هل أنتم مستعدون لسماع قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان وائل والشتاء. كان هناك طفل اسمه وائل. في يوم من الأيام قال لصديقه: كل عام وأنت بخير يا صديقي غانم، فصل الشتاء على الأبواب قد اقترب. قال له غانم مندهشان: وهل فصل الشتاء يجعلك تفرح أيضا؟ فقال وائل: طبعا طبعا، إنه فصل الأسرة، تتجمع وتتحاور وتحدث الألفة والمحبة. قال غانم ساخرا: وماذا عن الشعور بالبرد وإصابتنا بنزلات البرد الشديدة وتناول الدواء؟ ماذا عن كل ذلك؟ فقال له وائل: لابد أن تصاب بنزلات البرد يا غانم، أنت وأمثالك، لأنك تختبئ في الفراش ولا تعرض جسمك للهواء النقي، وهذا خطأ. لابد أن تتحرك وتذهب إلى أي مكان تريده، طالما أن لديك والحمد لله ملابس ثقيلة تحميك من البرد، وأيضا لديك مظلة تحميك من المطر. فما الذي يمنعك من أن تتحرك وأن تذهب إلى هنا وهناك؟ فماذا كنت ستفعل إذا كنت مثل الأطفال الذين تضطرهم ظروفهم للنزول إلى الشارع حتى يعملوا وليس لديهم ملابس ثقيلة ولا مظلات؟ قال غانم: أنا لا أصدق. قال له وائل: بل صدق، إنها الحقيقة، وسوف أصطحبك ونسير سويا في الشوارع والأسواق حتى تشاهد بنفسك عندما يأتي الشتاء. جاء الشتاء واشتد البرد، وطلب وائل من والده أن يذهب إلى السوق ليشتري بعض المأكولات وأن يصطحب معه أخاه غانما. وافق الأب ونزل وائل وغانم ودخلوا إلى السوق، وشاهد غانم بعض الأطفال يقفون في المحلات وعلى العربات ليبيعوا الخضروات والفواكه. ولاحظ غانم أن هؤلاء الأطفال يرتدون ملابس خفيفة جدا، لكنهم يتحركون ويحملون البضائع. أعجب غانم بهؤلاء الأطفال وظل يراقبهم من بعيد وتعجب من شجاعتهم. وبدأ المطر ينهمر من السماء، ووقف تحت أحد الشرفات ليتفادى سقوط المطر فوق رأسه. كل هذا وهو ما زال يراقب الأطفال من بعيد، ووائل أخوه يلاحظ ويرى كل ذلك. بعد أن قل المطر قليلا، فتح غانم مظلته وفعل مثله وائل، وبدأ يستعدان للرجوع إلى المنزل. وظل غانم شاردا يفكر في هذا المشهد الذي رآه، ويحدث نفسه ويقول: هؤلاء الأطفال يعملون في هذا الجو الصعب، وأنا ألبس ملابس ثقيلة وأتغطى بأغطية كثيرة، ورغم ذلك أشكو من فصل الشتاء. وعندما وصلا المنزل، فتح غانم دولاب الملابس وقام بجمع الملابس الثقيلة التي لا يستخدمها ووضعها على السرير، ثم أحضر حقيبة كبيرة ووضع فيها هذه الملابس. وفي هذه اللحظة دخلت عليه والدته وسألته: ماذا تفعل يا غانم؟ فقال لها غانم: بعد إذنك يا أمي، هل يمكنني أن أعطي هذه الملابس للأطفال الذين يعملون في السوق ولا يملكون ملابس ثقيلة تحميهم من البرد؟ قالت الأم: أنا أوافق أن تعطيها لهم، أعانك الله يا بني على فعل الخير. ونحن كذلك يا أحبائي، عندما نرى أحدا محتاجا يجب علينا أن نساعده ولا نتركه محتاجا. انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى. مع السلامة.